السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. طبعا قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا اللايك التحفيزي لنا في هذه السلسلة. طبعا في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سنتعرف ماذا قالت جماهير نادي مانشستر سيتي عن صفقة واهتمام بيب غوارديولا بصفقة النجم الدولي الجزائري لاعب اي سي ميلان اسماعيل بن ناصر، وأيضا مانشستر ايفنين كشفت لنا حقيقة اسماعيل بن ناصر. وطبعا سنتعرف على هذه الاشياء في هذا الفيديو، لذا لا تنسوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات. فبطبيعه الحال اعزائي المشاهدين كانت هنالك معظم تعليقات يعني التي قراتها عبر تعليقات نادي مانشستر سيتي وعشاق نادي مانشستر سيتي حول استقطاب موهبه اي سي ميلان والمنتخب الجزائري الى مانشستر سيتي، وكنت قد شرحت لكم في وقت مما مضى قلت لكم ان هنالك فقط اهتمام من بيب غوارديولا حول اسماعيل بن ناصر، ولا هنالك اي يعني صفقة رسمية أو عرض رسمي من بيب غوارديولا لأي سي ميلان. هذا ما شرحته في الفيديو السابق، وأتمنى أن يعني أن تفهموني في هذا الفيديو يعني مرة أخرى. فبطبيعة الحال نذهب إلى التعليقات، نستقبل أول تعليق. يقول هذا الشخص معلقا عن إسماعيل بن ناصر قال best midfielder، يعني قال أن إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب وسط. أما تعليق آخر يقول good fit yes but we would be a bad choice for him، يعني قال إنها صفقة جيدة ولكن أعتقد أنه سيكون يعني عرض مخطئ لإسماعيل بن ناصر يعني أن ينتقل إلى نادي مانشستر سيتي. وأعتقد أن هذا أعزائي المشاهدين من محبي رياض محرز هذا الشخص، حيث يعني أي موهبة جزائرية، وكما يقول البعض أعزائي المشاهدين في التعليقات قالوا أن أي موهبة جزائرية يستقطبها بيب غوارديولا ألا ويحطمها. فبطبيعة الحال أتفق مع هذا الشخص. وتعليق آخر يقول we will cost them a lot، يقول هذا الشخص أعزائي المشاهدين عن صفقة واهتمام بيب غوارديولا لإسماعيل بن ناصر قالوا أنه سيكلفهم كثيرا، يعني ما راحش يتباع ب 40 مليون يورو فقط، بل هنالك صفقة كبيرة من أجل ضم هذا اللاعب، خصوصا أنه من اهتمام العديد من الأندية. تعليق آخر يقول please pay 20 مليون، يعني يقول أعزائي المشاهدين هذا الشخص أرجوكم ادفعوا لإدارة يعني أي سي ميلان، مانشستر سيتي ستدفع لإدارة أي سي ميلان 80 مليون يورو. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين أعتقد أن هذا هو السعر الحقيقي لانتقال إسماعيل بن ناصر. وأيضا هذا الشخص يقول he's phenomenal and you're not over getting him، يقول أعزائي المشاهدين هذا الشخص باللغة العربية هذا اللاعب ظاهرة، يعني ظاهرة في كرة القدم ومن المستحيل يعني التعاقد معه. فبطبيعه الحال اعزائي المشاهدين ايضا هنالك موقع وجدته عن عشاق نادي مانشستر سيتي، اعتقد انه عاشق لمانشستر سيتي صنع هذا الموقع من اجل يعني وضع اخبار حول ما يتعلق بعشاق نادي مانشستر سيتي الملقب بمان سيتي كور. ايضا هذا الموقع صراحه اعزائي المشاهدين قال ان اسماعيل بن ناصر يمكن ان يقدم الاضافه كما ترون. اعزائي المشاهدين ساضع لكم حتى الترجمه هنا كما تشاهدون. فبطبيعه الحال ننتقل ايضا الى ما كشفته صحيفه مانشستر ايفنينج، والتي قلت لكم في بدايه الامر ان مانشستر ايفنينج تكشف حقيقه بن ناصر. هو ان اعزائي المشاهدين صرحت هذه الصحيفه قالت انه يقال اسماعيل بن ناصر لا يعلم باهتمام بيب غوارديولا به، يعني اسماعيل بن ناصر ما سمعش باهتمام بيب غوارديولا باسماعيل بن ناصر. ويقال ان التقارير ان غوارديولا كان يتعقب لاعب خط وسط ميلانو اسماعيل بن ناصر، وان السيتي بدا في محادثات مع الوفد المرافق له بشان الخطوه المحتمله، ولكن اسماعيل بن ناصر ليس على درايه وليس باهتمام من المفترض، وهو غير مهتم بترك اي سي ميلان هذا الصيف المفترض. يعني كشفت لنا الحقيقه كما قلت لكم اعزائي المشاهدين، هو ان اسماعيل بن ناصر لن يغادر من اي سي ميلان، حيث مدرب اي سي ميلان حتى هو قال انا ارى فيه يعني مشروع ناجح في المستقبل القريب. ويعني اعزائي المشاهدين بطبيعه الحال لم يسمع ايضا باهتمام بيبو غوارديولا باسماعيل بن ناصر. فطبيعه الحال اعزائي المشاهدين ما رايكم حول هذه الاخبار؟ يعني قولوا لي حتى انتم ماذا تعتقدون، هل تعتقدون نجاح هذه الصفقه وان بيب غوارديولا سيقدم عرض رسمي لمانشستر يعني لاي سي ميلان من اجل استقطاب هذه الموهبه؟ وايضا قولوا لنا هل ايضا يعني اسماعيل بن ناصر سيتاقلم مع رياض محرز في نادي مانشستر سيتي؟ اخبرونا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.